بسم الله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا قد خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، ومن علمنا إلى علمك، ومن إرادتنا إلى إرادتك، فأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا. ثم أما بعد، فحكمة اليوم: من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يقبل على الله بلطائف الإحسان أو بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. يعني بعد أن بيّن لنا الشيخ في الحكمة الماضية أن الإنسان حر، أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت فيه طامع، فالحرية مما سوى الله، عدم الطمع في غير الله تعالى، عدم الميل بالمحبة لغير الله عز وجل، عدم الطلب من غيره، عدم الركون إلى ما سواه، هي الحرية الحقيقية. أما من ذل لخلق، من ذل لشهوة، من ذل لحاجة من الحوائج، لا يصل إلى هذا المقام، مقام الحرية، وهو العبودية الحقيقية لله عز وجل. فإذا أراد الله تعالى أن يعز عبده ويرفعه إلى هذا المقام، قطع عنه زمام الوهم، قطع عنه زمام الوهم، لأن الطمع في غير الله وهم، قطع عنه زمام الوهم والجزع، وحرره من رق الطمع، فقاده إليه بملاطفات الإحسان، وإلا فبسلاسل الامتحان، لأنه يحبه، حتى وهو يقيده إليه بسلاسل الامتحان فليس إلا لأنه يحبه. قال مولانا أبو مدين شعيب رضي الله عنه وأرضاه، مولانا أبو مدين شعيب يبقى شيخ مولانا ابن مشيش اللي هو شيخ أبو الحسن الشاذلي. فمولانا أبو مدين شعيب يقول: سنة الله استدعاء العباد بطاعته، سنة الله استدعاء العباد لطاعته بسعة الأرزاق ودوام المعافاة ليرجعوا إليه بنعمته، فإن لم يفعلوا ابتلاهم بالسراء والضراء لعلهم يرجعون. لأن مراد الحق تعالى من عباده أو مراده رجوع العباد إليه طوعا وكرها. قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. معنى من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان، الإمام زروق يقول: الإقبال على الله تعالى هو التوجه إليه طلبا له وطلبا منه، لا طلبا لغيره ولا طلبا لغيره ولا من غيره، لا طلبا لغيره ولا من غيره. يبقى الإقبال على الله يكون إيه؟ الإقبال على الله بالتوجه إليه طلبا له أو طلبا منه، لا طلبا لغيره ولا طلبا من غيره. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان، ملاطفات الإحسان هي إيصال منافعك ربنا بإيه؟ بيوصل لك المنافع،
إيصال منافعك ودفع مضارك ومصاحبة ذلك بالتيسير، يعني وصل لك النفع ويصرف عنك الضرر مع التيسير، يسر لك الأمور. أما سلاسل الامتحان هي عدم الإسعاف من الخلق، كل ما تروح حاجة تلاقيها قافلة في وشك، عدم الإسعاف من الخلق، ووجود الذل لهم، بيتذلل للخلق وحصول الضرر منهم. لماذا؟ لأنه توجه إليهم وطمع فيهم. ما دام تعلقت بالخلق ونزلت همتك إلى الخلق، فخلاص تحمل الذل من الخلق. عشان كده لما قال لنا مولانا أبو مدين شعيب: سنة الله استدعاء العباد لطاعته بسعة الأرزاق ودوام المعافاة ليرجعوا إليه بنعمتي، فإن لم يفعلوا ما جاش بالملاطفات الإحسان، يقيد بسلاسل الامتحان بالسراء والضراء لعلهم يرجعون. لأن يا أخوانا في ناس بطبعها من أهل اسم الله المنعم، وناس سبحانه وتعالى ذلك تقدير العزيز العليم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في البعض من الخلق من أهل الابتلاء، في ناس تؤثرهم النعمة، في ناس ما يجيش إلا بالشدة. وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، وما لك بالحر الذي يحفظ اليد، الذي يحفظ اليد، وما قتل الأحرار مثل العفو عنهم، وما لك بالحر الذي يحفظ اليد، وإذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فننظر إلى أنفسنا، ربنا أنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة، والنعم كثيرة، هل قمنا بحق النعمة أم كفرنا بالنعمة؟ وده كفران للنعمة، أم كفرنا بالنعمة؟ لكن بصرف النظر عن موقفنا إحنا، هو سبحانه وتعالى في قسمته جعل هناك أناس تجلى عليهم بأنوار اسمه المنعم، وهناك أناس تجلى عليهم بجلال اسمه المبلي. قوم بسط عليهم النعم وصرف عنهم البلايا والنقم وأمدهم بالأموال وبالصحة وبالعافية، فأدوا حقها وقاموا بشكرها وتشوقوا إلى معرفة المنعم بها، عرفوا المنعم بالنعمة، وكانت النعمة مطية لهم إلى المنعم، إلى معرفة المنعم، كما ورد في الحديث: لا تسبوا الدنيا فإنها مطية المؤمن. كانت مطية لهم لمعرفة الله تعالى، جعلوها في أيديهم، لم ينشغلوا بها عن مولاهم، لأن ممكن النعمة يحجب بها الإنسان عن المنعم، وده ابتلاء. يعني ممكن النعمة اللي بيرد عليك بها الحق تعالى تشغلك عن المنعم. وإحنا كلنا عارفين حكاية ثعلبة حمامة المسجد، وكان صحابي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذهب إلى المسجد يجد ثعلبة في انتظار الصلاة، وهو خارج ثعلبة يمشي جنب النبي يقول له: ادعي لي ربنا يوسع علي رزق، ادعي لي ربنا يديني من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت بخير يا ثعلبة، قليل يكفي خير من كثير يضغي.
قليل يكفي خير من كثير يطغي، يقول له لا ادعي لي. وظل على ذلك، فالنبي دعاله في الحديث بعد ما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يروح يلاقي ثعلبة في انتظار الصلاة، لقى ثعلبة بيلحق الصف الأول بالعافية. شوية زادت الأموال وزادت الدنيا وفتحت عليه، بقى الصف الثاني، بقى الثالث، بقى آخر صف، بقى يغيب عن الصلاة شوية وانقطع تماما. وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يحفظنا من الابتلاءات، ما هو الخير والنعمة أحيانا تكون ابتلاء أكتر من الشدة. فقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد، كان رايح اللي هو الرجل اللي بيجمع زكاة المال، راح له عشان ياخد زكاة ماله، فقال ما أظن إلا أنها فردة فرضها صاحبكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. خلاص. فطبعا بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، وأرسل الزكاة إلى سيدنا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر ردها عليه، قال والله ما كنت قابلا ما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتقل سيدنا أبو بكر إلى الرفيق الأعلى، وجاء سيدنا عمر أرسل إليه الزكاة، قال والله ما كنت قابلا ما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر. قيل أنه لما جاء زمن سيدنا عثمان وصحت توبته قبلها منه. فإلى أي مدى ممكن النعمة تكون نقمة؟ وفي قوم آخرون ضربهم سبحانه وتعالى بالبلايا والمحن، فأقبلوا على الله بسلاسل الامتحان، كما ورد في الحديث عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. وربنا هيضر حد، لكن هو يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، عارف يجيبك ازاي. وضرب لنا مثلا بالأنبياء، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. ضرب لنا ذلك مثلا بالأنبياء، ومدح الله سبحانه وتعالى الغني والفقير، المبتلى بالخير والمبتلى بالشر، الذي تجلى عليه سبحانه وتعالى بالنعمة والذي تجلى عليه بالبلاء والشدة. فالأولون لم تحجبهم النعمة عن المنعم اللي شكروا النعمة، والذين ابتلاهم لم يحجبهم البلاء عن الصبر مع الله تعالى. هو ده المهم. المهم ألا تحجب لا بنعمة ولا ببلية عن الله عز وجل. وضرب لنا مثلا بالأنبياء، فهذا سيدنا داود على نبينا عليه السلام، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. سيدنا سليمان كمان ربنا سبحانه وتعالى تجلى عليه بالنعم، أعطاه الملك والحكم والنبوة وسخر له كل شيء، سخر له الجن والشياطين والرياح، كل حاجة. نعم العبد إنه أواب. طيب سيدنا أيوب ربنا سبحانه وتعالى أقبل عليه بالبلاء، أقبل عليه بالمرض، أقبل عليه بالشدة، أقبل عليه بالفقر، أقبل عليه بتفرق أهله عنه. سيدنا أيوب مثل في البلاء، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يبقى الشاكر نعم العبد إنه أواب، والصابر نعم العبد إنه أواب. يعني مش مهم تبقى غني ولا فقير، مش مهم تبقى صحيح ولا سقيم، مش مهم تبقى عزيز ولا ذليل، يعني في الدنيا المهم أن تعرف الله فيما أقبل عليك به. ربنا عاوز منك إيه؟ أقبل عليك بإيه عشان تقابله بما أقبل عليك به؟
إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارد. أخبر عليك باسمه المنعم تقوم تقابله باسمه الشكور. أنت ما تعرفش تقابله أنت بنفسك، يبقى تقابل الاسم بالاسم. تجلى عليك باسم من أسماء الجمال تقابله باسم من أسماء الجمال. النعمة يبقى الشكر، تقابله بالشكر. أقبل عليك بالجلال بالبلاء والشدة والمحن، فتقبل عليه بالصبر باسمه الصبور. مدام أقبل باسمه المبلي أو بوصفه المبلي تقوم ترد عليه بإيه؟ باسمه الصبور، عشان يبقى نعم العبد إنه أواب. فمش مهم تبقى فقير ولا غني، المهم تفهم ربنا أقبل عليك بإيه عشان تقبل عليه بيه. عشان كده سيدنا ابن عطاء الله السكندري يقول: والتحقيق لأن العلماء أهل الطريق اختلفوا، يا ترى الغني اللي ربنا أعطاه ده وبيشكر ربنا أفضل، ولا الفقير اللي صبر على الفقر أفضل؟ ما هو ده مقام وده مقام. يعني مقام سيدنا داود في شكره لله أفضل، ولا مقام سيدنا أيوب في صبره مع الله أفضل؟ يا ترى ده ولا ده؟ فهم اختلفوا في ذلك. بعضهم قال لك والله الشكر ده من أسماء الله، لكن الفقر مش من، يعني وصف الغنى، عفوا، الغنى من أوصاف الله تعالى، لكن الفقر مش أوصاف الله. يبقى الايه؟ الغني الشاكر أفضل. والجماعة اللي قالوا لا الفقر أفضل، لأن قالوا لأن الحقيقة الشكر مقتضاه ايه؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. من ايه؟ من النعمة. قال لك ولكن مقتضى الفقر ايه؟ مقتضى الصبر. الفقر ايه؟ يعني مقتضى الصبر ايه؟ مقتضى الصبر إن الله مع الصابرين، معية الله. فأيهما أفضل، الزيادة في النعمة بتاعت الدنيا ولا معية الله أفضل؟ فقالوا يبقى كده الفقر، الفقير الصابر أفضل. مولانا ابن عطاء الله بيقول إيه؟ والتحقيق أن الفقير الصابر هو الغني الشاكر في نفس الوقت، وبالعكس، لأن لا يمكن أن تكون غنيا بالله إلا أن كنت مفتقرا إليه، ولا يمكن أن تكون مفتقرا إليه إلا وكنت غنيا عمن سواه. فإذا هي الحقيقة واحد، لكن أحيانا يتجلى عليك في البداية يبادرك بالغنى أو يبادرك بالابتلاء والشدة. المهم أنت تفهم عن الله تعالى، فإذا فهمنا عن الله عز وجل انقلب الفقر غنى والمرض صحة والذل عز والمنع عطاء. العطاء من الخلق حرمان والمنع من الحق إحسان. هذا إن فهمنا عن الله عز وجل. نسأله تعالى أن يجعلنا ممن يفقهون عنه إن شاء الله، ونستغفر الله من كل قول وعمل أردنا به وجهه فخلطنا فيه ما ليس له. وإن شاء الله إن كان في أسئلة إن شاء الله نرجع ونجاوب على الأسئلة دي بإذنه تعالى إن شاء الله. بسم الله، وصلاة وسلاما على مصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، اللي عنده أسئلة قلنا يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة أستاذي، يعني عندما تكلمت دخل كلامك إلى قلوبنا، فود كل عضو من أعضائنا أن تكون له آذان يتنعم بمثل ما تنعمت به آذاننا يا رب، من جميل كلامك وبليغ فصاحتك. سؤالي إليك سيدي: هل يعد
من يقبلون على الله سبحانه وتعالى بملاطفة إحسانه من أهل مقام الشكر؟ وهل يعد من يقبلون على الله سبحانه وتعالى بسلاسل الامتحان وضروب البلايا من أهل مقام الصبر؟ ولكم جزيل الشكر سيدي. نعم، هو طبعا سؤال وجيه وعميق. يعني هو ليس كل من يعني أقبل على الله بلطائف الإحسان يعتبر شاكر، وليس كل من يعني قيد إليه بالسلاسل الامتحان يعتبر صابر. ففي الواقع ممكن تجد واحد هو ربنا مقبل عليه بالإحسان وهو أصلا مش شاكر ولا شيء، وربنا سبحانه وتعالى قد يمد له في ذلك مكرا به واستدراجا، وده خطر. وممكن أيضا إنسان آخر ربنا يقيده بسلاسل الامتحان ومع ذلك يظل معرض عن الله ولا يقبل عليه. فالمهم مش في المهم ان انا افهم ذلك عن الله واقبل عليه بلطائف الاحسان. والا لو فرضنا ربنا تجلى على واحد او ورد عليه بالشده والابتلاء كيف يفقه عن الله عز وجل؟ فبالتالي القضيه مش في حالي حال نعمه ولا حال فقر، المهم انا حالي ايه مع ربنا فيما اقبل علي به من نعمه أو من بلية، هو ده المهم. زي ما قال مولانا المرسل أبو العباس: أوقات العبد أربعة لا خامس له، إما أن يكون في طاعة وإما في معصية، يا إما في نعمة يا إما في بلية، ولكل حق. فحق الطاعة رؤية المنة، لقيت نفسك مطيع تشوف المنة من الله، وحق المعصية العودة من قريب، وحق النعمة الشكر، وحق البلية الصبر. فهو ده المطلوب. عشان كده ده معناه بقى أهل الله لما بيجدوا النعمة أهل الطريق كيف يقرأ نعم الله فيه؟ وجدهم للنعمة شكر وفقدهم للنعمة صبر. بس إيه ده؟ مفهوم دقيق للغاية. فحين وجدت النعمة شكروا عليها، وحين فقدت صبروا عليها، تحققا بقول الله تعالى: لما وجدت ولئن شكرتم لأزيدنكم. فكان شكرهم سببا لزيادة قربهم، مش زيادة النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. هما عندهم القضية مش زيادة النعمة، هم بيشكروا عشان ايه؟ زيادة القرب من الله تعالى. ادي مفهوم اهل الطريق: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فكان شكرهم سببا لزيادة قربهم. طيب، ولما فقدوها صبروا، لم يكن تحققا بقول الله تعالى: إن الله مع الصابرين. فكان صبرهم هو ايه؟ صبرهم علة وجودهم في معية ربهم. يعني هو مش صابر على الفقر، هو مش صابر على الايه؟ على المنع. ده هو رغم الفقر ورغم المنع لم يمنعه ذلك عن الصبر في طلب الحق سبحانه وتعالى. هذه المعنى. يعني صبرهم هنا ليس على الفقر، ده صبرهم أنه رغم كل هذه الصعوبات، رغم البلايا والمحن، رغم الأمراض، رغم الفقر، هم صابرون في طلب الحق. لأنه أهل طريق، هو يريد الحق فلا يمنعه شيء عن الإيه؟ عن الحق. فهنا شكرهم إدراك للمنعم الذين شكر. ليس الشكر هنا على غنى النعمة، مفهوم أهل الطريق دقيق، ليس الشكر على غنى النعمة، وإنما على نعمة الغنى. وشتان، ها؟ ليس شكرهم
على غنى النعمة، وإنما على نعمة الغنى بالله عز وجل. وإلا لو كان على غنى النعمة لكان قدحا في حقهم، هم لا يرضون بغير الله بديلا. فالنعمة هنا على نعمة الغنى بالله تعالى. طيب، اللي بيشكر على غنى النعمة واللي بيشكر على نعمة الغنى، في الأولى إدراك للنعمة وفي الثانية إدراك للمنعم. فرق بينك بتدرك النعمة، واحد إيه أهم حاجة إدراك إيه المنعم سبحانه وتعالى. نفس الشيء صبرهم هو إيه؟ صدق في طلب المنعم، مش صبر على الفقر. ليس الصبر هنا أيضا على فقدان النعمة، وإنما الصبر في طلب المنعم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. اصبروا في طلب الحق ورغم الصعوبات ورغم الابتلاءات، وصابروا في طلب الحق ورابطوا على ذلك لعلكم تفلحون في أن تنالوا معرفة الحق. سبحان من جعل معرفته حرما آمنا يتخطف الناس من حوله. فده دليل صبرهم مع فقرهم، دليل على صدقهم في إرادة وجه ربهم. فإذا كان الأغنياء أصحاب صدقة فالفقراء أصحاب صدق، وليس صاحب الصدق كصاحب الصدقة. صاحب الصدقة ينفق من ماله، وصاحب الصدق ينفق من حاله. صاحب الصدقة ينفق من ماله، وصاحب الصدق ينفق من حاله. عشان كده قضية الفقر والغنى في التصوف يسموهم الفقراء، يقول لك الفقير إلى الله فلان، لا مفهوم تاني. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا في مبدأ أمرهم، وخاصة أهل الصفة، كانوا فقراء ولم يخرجهم الفقر، ولم بعد ذلك أصبح منهم الغني، لم يخرجهم الغنى عن فقرهم لله كما كان مبدأ أمرهم. وأصبح كانوا أذلاء في مبدأ أمرهم، ضعفاء، لم يخرجهم بعد ذلك أصبحوا أمراء لما جاءت الفتوحات وغير ذلك. لم تخرجهم الإمارة عن الذل لله تعالى كما كان مبدأ أمرهم. فالتصوف إذن لا يتقيد بفقر ولا غنى، إنما بإرادة وجه الملك الديان، وهو الذي مدحهم به سبحانه وتعالى أهل الصفة، وأنزل محكم آيات واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالتصوف لا يتقيد بفقر ولا غنى، وإنما بإرادة وجه الملك الديان. نسأله تعالى أن يجعلنا من الصادقين في إرادة وجه الملك الديان. تفضل لو في سؤال تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال بشكل اختصار فقط، ما هي العلاقة بين الحكام العطائية والحكام الغوثية؟ هذا فقط. نعم، سؤال صعب، ربنا يبارك فيك. ما العلاقة بين الحكم العطائية والحكم الغوثية؟ الحكم الغوثية لمولانا أبو مدين شعيب رضي الله عنه، وكله يعني كلها من مشكات واحدة، من مشكات المعرفة بالله تعالى. الحكمة توهب ولا تكتسب، الحكمة من علوم الوهب، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، آتينا. فهذه من مواهب الله تعالى على عباده، والحكمة هي أعلى درجات العلم والمعرفة، بل إن الحكمة هي
أعلى من العلم، الحكمة هي إحكام وضع الشيء في موضعه. الحكمة إيه؟ إحكام وضع الشيء في موضعه، فهي أعلى من العلم. والحكمة مواهب من الله تعالى، كل على قدر سعته وعلى قدر ما يتلقى من علوم الله عز وجل. مولانا أبو مدين الغوث ده حاجة كبيرة قوي، صاحب الحكم الغوثية، وابن عطاء الله شرح لمولانا أبو مدين شعيب: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخلي حظك مهما قدموك ورا. وكان مولانا الشيخ ابن عربي خمس أو سبع أظن القصيدة دي، خمسها. خمسها يعني إيه؟ بيحط إيه مقاطع، يبقى خامس مقطع يبقى هو من ابن عطاء الله بي. إيه؟ عارفين التخميس في الشعر أو التسبيع أو غير ذلك. وابن عطاء الله شرح قصيدة أبو مدين اللي خمسها ابن عربي. تخيل لما ابن عربي يخمس قصيدة أبو مدين واللي يشرحها ابن عطاء الله. ومولانا ابن عطاء الله بيقول إيه في بعض أبيات عن سيدنا أبو مدين، بيقول: وأن لي برؤيتهم على الأولياء يعني والسادة، يعني إزاي أشوفهم، وأن لي برؤيتهم أو تسمع الأذن عنهم خبرا. فمولانا ابن عطاء الله بيعلق بيقول: شوف تنكره لذاته وتواضعه، وكان يربي رضي الله عنه 12,000 وليا. أبو مدين ده كان بيربي 12,000 ولي، وبقول لك هم أنا فين والأولياء فين، ها؟ يعني وأن لي برؤيتهم أو تسمع الأذن عنهم خبرا، بس حتى بس تسمع عنهم. فطبعا الحكم العطائية والحكم الغوثية من فيوضات الله تعالى على قلوب عباده الصالحين الذين اختصهم بمعرفته ومنحهم بهذه الأسرار والأنوار. نسأل الله أن يجعلنا من خدامهم إن شاء الله، آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كنت عايز أسأل حضرتك في قضية يعني تعب الناس كلهم، إن الإنسان مخير ولا مصير، بس تيجي آية 21 في سورة الحديد بتقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض أو في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور، صدق الله العظيم. فإذا هنبقى إزاي يعني بنختار وبنقرأ صلاة الاستخارة وبنصلي صلاة الاستخارة عشان أختار، وفي الآخر ما أصاب من مصيبات أو في الأرض مصيبات في الأرض أو في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. نعم. شكرا لحضرتك. السؤال اللي دايما يكرر، وهو الإنسان مسير ولا مخير؟ للأسف طبعا، لأن ده حكم زمان، نحن عقول الناس على قدر عقولهم. كان القرآن ينزل وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر والصحابة يسمعون: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رب العالمين، ولم يصر في ذهن واحد من الصحابة أو أهل هذا الزمان ما صار في عقول ونفوس من بعدهم: يا ترى الإنسان مسير ولا مخير؟ كانوا يقرؤون القرآن ويسمعون قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ولم يصر في ذهن واحد منهم ما صار في القرون التالية من الرحمن كيف استوى وإلى آخره مما صار بعد ذلك من إشكالات. لكن سؤال بسيط: هل يمنع المكتوب، هل منعك ما هو مكتوب من أن تختار أنت؟ الواقع أنت بتختار ولا مش بتختار؟ ومما جاء اختيارك
لأن المريد على الحقيقة وما تشاءون إلا أن يشاء الله خلق فيك الاختيار في الأصل، يبقى أنت مختار. طيب هل المكتوب عند الله تعالى منعك من الاختيار؟ طيب عندما تتحجج بالمكتوب هل اطلعت عليه وعلمته؟ طب لما تتحجج به يا عبد؟ انت عاوز يعني تنزل ربنا يقعد معاك على طاولة المفاوضات وتقول له انت كاتب، انت كنت كاتب كده امال بتحاكمني ليه؟ مقتضى العبودية ايه؟ مقتضى العبودية ان تطيع وتوفي ما انت مطالب به من اوامر ونواهي، يبقى انت مطالب بالظاهر مش بالغيب، مطالب باتباع الحكمة مش بالقدرة، مطالب بايه؟ مطالب باتباع الاوامر والنواهي مش بمحاكمة ربنا انت كنت كاتب ايه، لانك لا تعلم ما كتب الله سبحانه وتعالى لك. لكن مقتضى العبودية زي ما قول سيدنا ابو الحسن الشاذلي: إلهي ما أطعتك حتى رضيت، ولا عصيتك حتى قضيت، أطعتك بإرادتك والمنة لك علي، وعصيتك بتقديرك والحجة لك علي، فلله الحجة البالغة. مقتضى العبودية: فبوجوب حجتك يا رب، لله الحجة البالغة، فبوجوب حجتك وانقطاع حجتي إلا ما رحمتني، وبفقري إليك وغناك عني إلا ما كفيتني يا أرحم الراحمين. اللهم إني لم آت الذنوب جرأة مني عليك ولا استخفافا بحقك، ولكن جرى بذلك قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك، ولا حول ولا قوة إلا بك، والعذر إليك وأنت أرحم الراحمين. يا خير من سئل، يا أكرم من أعطى، يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحم عبدا لا يملك الدنيا ولا الآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فالعقلية المودرن دي، عقلية نيتشه وعقلية سارتر وعقلية دوستويفسكي وعقلية الفلاسفة كانت وديكارت والفلاسفة الغرب اللي غرهم التقدم المادي، اللي هم عاوزين ربنا ينزل يقعد معهم كده على طاولة المفاوضات ويحكموه، ما بقاش رب ولا تبقى أنت عبد، هذه القضية. لكن أنت مطالب وعبد مكلف بإطاعة الأوامر، أما ما كتبه الله فهو غيب لا تتطلع له، وإنما إن وجدت أنك قد وفقت إلى الخير فتحمد الله على ذلك، وإلا نسأل الله العفو والعافية، والله أعلى وأعلى. ونكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.